الخير وصباح الإيجابية، وحياكم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شاي الضحى. ومع بداية الأسبوع ننطلق معاكم بهذه الابتسامة، وإن شاء الله بتكون لنا معاكم في حلقة اليوم سوالف كثيرة. لكن خلوني بالبداية أيضا أصبح بالخير على زميلتي افتخار، وصباح الابتسامة. صباح الخير يا فاطمة، صباح الحب عليكم متابعينا، صباح مملوء بشحنة من الأمل والتفاؤل بأن القادم أجمل، وحياكم الله معنا في برنامجنا شاي الضحى. فاطمة، اليوم مميز. يوم مميز فعلا، 20/6 هو اليوم العالمي للاجئ، وفي هذا اليوم طبعا كل المنظمات الإنسانية والحقوقية تهتم وتسلط الضوء على قضايا واهتمامات وحقوق وواجبات اللاجئين حول العالم. فعلا، لذلك مشاهدينا 20 من يونيو هو يوم حيث يخصص هذا اليوم لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين، وكذلك الأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وأيضا تسلط الضوء على معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم، وذلك برعاية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. يعني في الأمم المتحدة دائما نشوف في قضايا كثيرة وزوايا كثيرة إنسانية قاعد يهتمون فيها كملفات، منها اللاجئين، غيرها أيضا من المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الناشطة في هذا المجال اللي قاعد تدعم اللاجئين في شتى المجالات. يعني قاعد نشوف في الفترة الأخيرة في يعني حتى فرق تطوعية أنشؤوها شباب في مقتبل العمر يسوون رحلات للاجئين للمخيمات. صحيح. لدعمهم معنويا، فهناك دعم على شتى المجالات، المعنوي المادي التعليمي. فهذه المجالات اللي دائما يسلط عليها الضوء المهتمين بقضايا اللاجئين. فعلا يا فاطمة، نقول اللجوء الإنساني مشاهدينا كلنا نعرفه بسبب تعرض هذه الشعوب إلى قضايا قد تكون سياسية أو اضطهاد شخصي. شكرا للمفوضية العليا للاهتمام بشؤون اللاجئين. فعلا يعطيهم ألف عافية. واليوم إن شاء الله راح نكمل سوالفنا أنا وافتخار من خلال فقراتنا في برنامجكم شاي الضحى، وعندنا مواضيع نسائية اجتماعية كثيرة. خلكم معنا، لا تبعدوا، راجع لكم من بعد الفاصل. ضيوفنا القادمين: موضي أمان، موجهة أكاديمي، الدكتورة بيبي العميري، استشاري طب نفسي أطفال ومراهقين وبالغين. حياكم في فقرة خدمة العملاء والجانب الإداري منها كل أسبوع في برنامج شاي الضحى، معاكم رحاب الطواري. صباح الخير، معاكم دلال الكندري، مهتمة في الزراعة المنزلية العضوية. تابعوني في فقرة الزراعة المنزلية تفاصيل أكثر. تابعوني كل أسبوع، معاكم خلود الحرمي، ممارس برمجة عصبية لغوية ومدربة تطوير الذات. شفنا معكم مشاهدينا فقراتنا وضيوفنا اليوم، وأولى هذه الفقرات في برنامجنا شاي الضحى هي الأستاذة خلود الحرمي، ممارس البرمجة اللغوية العصبية ومدربة تطوير الذات. نتابع معكم.
صباح الخير. نقول حق كل أم يعطيك ألف عافية. أنتي جوهر البيت. أنتي كل مشاعرك متعلقة بعيالك وبيتك. فوق كل هذا تشتغلين، تحافظين على صحتك، تمارسين رياضتك، تحققين ذاتك، وقت لنفسك، وقت لصديقاتك، وقت لأهلك، للوالدة، للوالد، للزوج. وايد عليك ضغوطات، وطبعا الأم دائما تحاتي هل اللي قاعدة أسويه كفاية؟ هل اللي قاعدة أقدم لعيالي كفاية؟ هل قاعدة أقدم لهم من وقتي كفاية؟ هل البيت يعني بأحلى شكل؟ هل الأكل يعجبهم؟ هل نغير المنيو؟ هل وإلى آخره. ماكو إنسان في العالم عليه هذا الكثر من الضغوطات يقدر يكون مرتاح بسلام نفسي، يقدر يكون السكن والرعاية والاحتواء للناس، لغيره، لعياله. تذكري كل هذه الأمور البسيطة، الاستقبالات، أسوي عيد ميلاد حق عيالي، أشتري لهم ماركات، ألبسهم أحلى الملابس، هذه الأشياء مو مهمة كلش. أهم شيء إنك تكونين أنتي السكينة، السكن، الاحتواء لهذيل الأطفال. لأن إذا أنتي كأم أو كأب، بس اليوم نتكلم عن الأم، أنتي كأم ما احتويتيهم، أحد ثاني راح يحتويهم، راح يدورون على الاحتواء، ممكن مع أصحاب السوء، مع ناس ما راح تخرب كل اللي أنت بنيتي. فشيلي عنك ضغوطات إرضاء المجتمع، الأشياء الكماليات اللي إحنا كلش مو مهمة، وركزي فقط على إن أنا أكون السكن، الاحتواء، الراحة، الحب. ترى الأطفال يبونك أنتي، يبون ابتسامتك، يبون سعادتك، يبون ضمك، يبون حبك، يبون راحتك بالأخير. ما تبين عيالك يشيلون همك أو يوخرون عنك لأن ما يبون يسمعون حنة وصراخ وانتقاد. والإنسان اللي وايد شايل على جتوفة ضغط وحمل، هو ما يقدر يكون السكن والرعاية والاحتواء للآخرين في البيت. وشكرا. معكم من خلال فقراتنا في برنامجكم شاي الضحى. عادة ما يخلط ولي الأمر بين الطفل النشيط واللي يحب يلعب بشخصية الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة. شلون نقدر نفرق بينهم وما هي الحلول والعلاج في هذه الحالات؟ هذا اللي راح نتعرف عليه من خلال هذه الفقرة ومع ضيفتنا في الاستديو الدكتورة بيبي العمري، استشاري طب نفسي أطفال ومراهقين وبالغين. حياك الله معنا دكتورة في برنامج شاي الضحى. مشكورة جدا على الدعوة، وإن شاء الله راح نستفيد كلنا اليوم. إن شاء الله. صباح الخير دكتورة وحياك الله. دائما مشاهدينا إحنا في برنامجنا شاي الضحى نسلط الضوء على جانب جدا مهم في المجتمع، ألا وهو الطفل، وهناك من يعاني من اضطراب فرط النشاط. ما هو تشخيصه يا دكتورة؟ أولا اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وايد الناس عبالهم أن هذا اضطراب بس حق الأطفال. هو في الحقيقة اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يستمر من الاضطرابات المزمنة، ويستمر معنا تقريبا طول حياتنا. يعني 80% من الأطفال اللي عندهم فرط حركة وتشتت انتباه يستمر معهم إلى سن المراهقة، وأكثر من 60% يستمر معهم حتى البلوغ. فعادي تشوفين أحد عنده 60 و70 سنة وما زال عنده فرط الحركة وتشتت الانتباه. فرط الحركة وتشتت الانتباه يعتبر من أكثر الاضطرابات شيوعا عند الأطفال والمراهقين، يعني هو أكثر شيء انتشارا. على سبيل المثال، إذا في فصل في 20
20 طالب أكيد راح يكون في على الأقل طفلين عندهم فرط حركة وتشتت الانتباه، بالتالي الشيوع ماله هو تقريبا 10 إلى 12%. وحتى الدراسات بالخليج يعني للأسف ما في بالكويت، بس الدراسات في الخليج مثل السعودية والإمارات الأعداد أكثر من برا، وأعتقد هذا بسبب الحوض الجيني الصغير، لأن الناس تزوج من بعض وهم الحوض الجيني نعتبر صغير. طبعا فرط الحركة وتشتت الانتباه اضطراب وراثي بشكل كبير، يعني هو يعتبر من أكثر الاضطرابات الوراثية والجينية تقريبا بعد الطول، يعني 75 إلى 85% هو اضطراب وراثي. فوايد مهم أن إحنا نعرف أنه هو أكثر شيوعا في الأطفال والمراهقين، وأنه هو اضطراب مزمن، فهو مو اضطراب فقط خاص بالأطفال والمراهقين ولكنه يستمر معنا طول الحياة. نعم دكتورة بيبي، في أي عمر يتم تشخيص هذا الطفل فإنه عنده فرط في الحركة؟ أوكي، سؤالك وايد مهم، بس هم لازم نتذكر أنه هو اضطراب مزمن، فوايد ناس الحين يعني وهم صغار ما كانوا يكتشفونهم لأنه ما كانوا عارفين يعني شنو فرط حركة وتشتت الانتباه، أو مثل ما قلتي كانوا يقولون شيطان حركي هو كذي، والحين وهم شباب أو وهم كبار يكتشفون أنه هم عندهم فرط حركة وتشتت الانتباه. وأنا دائما أقول حتى لو اكتشفته وأنت عندك 60 سنة أو 70 سنة مو متأخر أبدا لبداية العلاج. ولكن بالنسبة للأطفال لازم نعرف أن هي 3 مجموعة من الأعراض، اللي هي الاندفاعية، تشتت الانتباه، وفرط الحركة، وتحتها في أعراض وايد، يعني تحت هذه الجروبات الكبيرة أو الهيدلاينز الكبيرة. ولكن حسب الجايدلاينز اللي احنا نتبعها المفروض أن يتم التشخيص، أو تكون الأعراض، مو يتم التشخيص، تكون الأعراض موجودة قبل 12 سنة، وطبعا في مرونة في هذا النوع. ولكن الدراسات تقول أن معظم الأعراض راح تبين على 2 إلى 3 سنوات، فمعظم الناس أو معظم الأسر راح تشوف بعض هذه الأعراض إذا مو كلها خلال ما بين 2 إلى 3 سنوات. نعم. طيب دكتورة بيبي، قلتي الأولياء الأمور يلاحظون هذه الأعراض، طيب كيفية علاج هذا الطفل خصوصا مقارنة مع أقرانه أو مع محيط أسرته؟ العلاج هي خطة علاجية، طبعا وايد مهم أن إحنا نعرف أن فرط الحركة وتشتت الانتباه لأن اضطراب وراثي، لأن اضطراب جيني، البيولوجي فيه تدخل بشكل كبير، والدراسات اللي سووها خلال 30 سنة السابقة وكل ما يعيدونها هي نفس النتيجة، أن العلاج الأولي لفرط الحركة وتشتت الانتباه هو العلاج الدوائي، فلازم في تدخل دوائي لفرط الحركة وتشتت الانتباه. فالخطة العلاجية هي خطة علاجية مكتملة، العلاج الدوائي هو يعتبر من أهم العلاجات لهذا الاضطراب، وفعلا وايد مفيد. يعني أنا أحس أن فرط الحركة وتشتت الانتباه خصوصا إذا يبروحه من أو مو ويا أعراض مصاحبة أو اضطرابات مصاحبة، من الاضطرابات اللي بسرعة تستجيب حق العلاج الدوائي والخطة العلاجية. نعم. مقارنة بالاضطرابات الأخرى. الأشياء الأخرى اللي لازم نفكر فيها غير العلاج الدوائي اللي هو العلاج السلوكي، والعلاج السلوكي هذا يكون بالبيت ويكون بالمدرسة ويكون في كل الأماكن اللي الطفل يروحها. والشيء الثالث اللي هو تغيير البيئة، يعني شنو تغيير البيئة؟ احنا نسميه environmental modification، يعني شنو؟ نغير البيئة بحيث أن تناسب هذا الطفل. شنو البيئة المحيطة بالطفل؟ المدرسة، البيت، حتى المجتمع، يعني راح نبدي نغير وين الطفل يطلع، شنو الطفل يسوي من الرياضات معينة عشان نطلع الطاقة. فهي احنا نسميها خطة علاجية متكاملة، ولكن مهم جدا ان احنا نعرف ان العلاج الدوائي كل الدراسات اثبتت انه هو الخط الاول للعلاج. ولكن نعم. ولكن يعني لازم نكون في مرونة، ان وايد احيانا احنا ما نعالج بالدواء لاسباب اخرى، مثلا اذا الاعراض خفيفة، اذا الاسرة قادرة على ان هي تسوي العلاج السلوكي والتغيير البيئي. فالخطة العلاجية انا دائما اقول ان هي مرسومة حق هذا الطفل في هذه الاسرة في هذه المدرسة في هذا المجتمع. فالخطة العلاجية حق احمد مختلفة تماما عن حق خالد عن عبد الله، وانا دائما اقول الصبيان، اسماء الصبيان، لان فرط الحركة وتشتت
تشتت الانتباه أكثر انتشاراً بالأولاد من البنات، ولكن ما زال البنات تصاب فيها أيضاً. نعم، يعني إذن دكتورة اللي أفهم من كلامك لازم الطفل هذا يكون في بيئة داعمة له، في وين ما يروح يكون في أحد قاعد يشجعه ويراقب سلوكه أو يدعم سلوكه علشان تتحسن حالته. هني أكيد راح يكون بين فترة وفترة ضغط على أولياء الأمور صحيح. وحالتهم النفسية، فكلمينا عن هذا الجانب وش كثر مهم أيضاً الأهل هم يتزنون نفسياً علشان يقدرون يعطون الأفضل لهذا الطفل. بتذكري إحنا قلنا أنه هو وراثي، فكثير من الأحيان يكون أولياء الأمور عندهم بعض الأعراض، فهذا بالتالي جزء من الخطة العلاجية الإرشاد التربوي، بمعنى أن أنا أشرح حق أولياء الأمور يعني شنو هذا الاضطراب، ليش الطفل يتصرف بهذه الطريقة، وشنو أحسن أساليب التربية، بالإضافة أن أنا أسوي إرشاد تربوي حق الأولياء الأمور إذا هم عندهم الاضطراب أنهم يتعالجون وشلون يتخلصون من هذه الأعراض. الشيء الثاني والوايد مهم، يعني أنا دائما إحنا دائما لما يطلعون دائما يشتكون مني، يشتكون لي أولياء الأمور أن مثلا يمنعون عيالهم من زوارة الأسرة، أن هم وايد صعب لما يطلعون المول، أن دائما الناس تعلق عليهم أنت أم زينة أو لو تسوين كذي أو أنت أب أنتم دلعينة، كل هالكلام اللي ما له داعي. فأنا أقول أن هو يعني على دورين، دور الشخص اللي هو الأسرة الممتدة أو غيرهم، ودور ولي الأمر. أنا دائما أقول أن لا تدخل بين ولي الأمر وعياله إلا إذا كان لك وظيفة معينة، دورك هذا أن أنت تعطي هذا الإرشاد، لكن إذا مو دورك، إذا مو مالك وظيفة معينة، فأرجو أن أنت لا تدخل بين ولي الأمر وعياله، والنصيحة الغير مطلوبة ما لها أي داعي، فلا تحاول أن أنت تعطي نصائح خصوصا للتربية، أو أن تشارك تجربتك الشخصية أو قصتك الشخصية اللي أحداثها وأشخاصها مختلفين وخاصين فيك، فهذا وايد مهم. فأرجو من الناس أن هي تخلي تركز على نفسها ولا تعلق على الآخرين، ولكن هم ولي الأمر لازم يكون عنده تفهم أنه هو يتقبل عياله، بس ما أقدر أفرض على الآخرين أن هم يتقبلون عيالي خصوصا في أماكنهم. يعني أنا ممكن الأماكن العامة المجتمع لازم يتقبل الناس على اختلافها، ولكن أروح حق أحد في بيته وأفرض عليه أنه هو يتقبل ولدي إذا كان في سلوكيات سلبية وغيرها، فهذا طبعا صعب. فلازم مثل ما قلت لك أن إحنا نغير البيئة، نقدر نبدي نختار الأماكن اللي إحنا نقضي فيها وقتنا يعني، أو الأوقات المعينة، وأكيد نبدي بالعلاج، لأن مجرد ما تبدي بالعلاج السلوكيات السلبية والتصرفات اللي هي غير مقبولة أو غير الناس تعلق عليها وايد راح تقل. نعم دكتورة، تطرقت إلى عدم التدخل في شؤون الآخرين أو نقل تجربة من شخص إلى آخر صحيح. لكن في ظل نقول أزمة كوفيد 19 والأوضاع اللي مرينا فيها خصوصا مع الحظر الكلي، هذه الفئة جدا عانت من هذا الانغلاق. طيب شلون رجعنا لنقطة البداية، رجعنا لنقطة الصفر في العلاج، أو إما اكتفينا بالعلاج الدوائي ومع الخبرة من قبل الوالدين، شلون شفت الأطفال في هذا الانغلاق؟ هو طبعا أنا دائما أقول ما في شيء اسمه اكتفاء بالعلاج الدوائي، هي خطة علاجية، فلازم يكون عدة أطراف في الخطة العلاجية، العلاج الدوائي مثل ما قلنا، الإرشاد التربوي بالبيت، وصح كلامك أن المدرسة للأسف فقدنا دورها. في الحقيقة أنا اجتهاد مني وطبعا متابعة للدراسات العالمية، لأن الوضع اللي إحنا مرينا فيه خصوصا بالكويت مختلف عن العالم، يعني فترة إغلاق المدارس كانت وايد وايد كبيرة، ومثل ما أنت عارفة أن المدارس لها دور في تهذيب السلوك طبعاً. خصوصا للأطفال الصغار اللي هم كيجي، اللي هم الروضة أولى ابتدائي وثانية ابتدائي، فهذول الأطفال اللي هم تقريبا 5-6-7 سنوات إحنا قاعد نشوف أعداد مهولة قاعدة تينا بشكوى فرط الحركة وتشتت الانتباه ففي الحقيقة اجتهاد مني الحين، وطبعا مع متابعة الدراسات العالمية اللي قالت أن في ازدياد في فرط الحركة وتشتت الانتباه، لأن ما كان في تهذيب السلوكي أو تخريج الطاقة عن طريق الطلعة بسبب الحجر وبسبب غيرها، طبعا توقف الأنشطة الرياضية بشكل كامل. فاللي إحنا قاعد نسوي إن حاليا قاعد نحاول إن نبدي العلاج السلوكي خصوصا للأطفال اللي عندهم أعراض خفيفة إلى متوسطة، وإذا كان الأسرة نشوف إن الأسرة ممكن تكون داعمة، إن إحنا نبدي علاج سلوكي، ننطر على العلاج الدوائي شوية، فنبدي العلاج السلوكي، نبدي الإرشاد التربوي، نبدي التغيير، نبدي الرياضة، لين يدشون المدارس ويبدأ دون تقريبا 3-4 أشهر راح تكون الصورة أوضح، لأن دخول المدرسة نهيئهم يعني دكتورة، نهيئهم
بالضبط. أي نعم. وانا دائما اقول هذا يعني لا تنطر على التشخيص. نعم. اولا وايد مهم، شيء وايد مهم يمكن وايد ناس ما يعرفونه، ان تشخيص اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه هو تشخيص كلينيكي. نعم. فهم اثنين بس اللي يقدرون يشخصونه بالكويت، اللي هو الطبيب النفسي وطبيب الطب التطوري، ما في غيره. نعم. فما في احد غيرهم يقدر يشخص، فهذول الاشخاص اللي يقدرون يشخصون، المدارس وغيرهم يقدرون يشكون ان في اضطراب، وفي هذه الحاله لازم يحولون على الطبيب المختص اللي هو الطبيب النفسي او طبيب الطب التطوري. لازم يبدون التشخيص. لما نبدي التشخيص ونشوف ان الطفل او الظروف المحيطه بهذا الطفل ممكن تسمح لنا احنا ننطر شويه لين يرد المدرسه، عشان ممكن الاعراض تخف، او يكون سبب هذه الاعراض الحجر لفتره طويله وعدم ذهاب المدرسه، لان الذهاب الى المدرسه يعتبر مهذب للسلوك ومهذب للجسم. لان تقدرين تعودين ان تقعدين حق فتره طويله تركزين، كل هذه الاشياء هي مهارات تكتسب مع الوقت، لان هي مجرد عباره عن خلايا المخ قاعد توظبينها مره بمره، يعني مثل تعدينها لطريقه معينه، فبالتالي تحتاج الى تدريب. وهم فقدوا هذا الشيء، فالاطفال اللي هم 5 6 7 اللي طبعا ما دشوا المدارس او ما دشوا التعليم التقليدي صار لهم 2 سنين، انا اقول ان احنا قاعد نحاول خطه علاجيه مختلفة شوية اجتهادا منا، ان احنا نحاول خصوصا اذا الاعراض خفيفة الى متوسطة او بسيطة الى متوسطة، وما يكون في مثلا اعراض قبل وقت الكوفيد. نعم. فنحاول ان احنا نأهلهم خلال الصيف. فنصيحتي حق اولياء الامور، استغل الصيف الحين يعني الى اقصى الحدود، ان انت تبدي علاج سلوكي، ان انت تبدي علاج رياضي، تأهيل رياضي، تبدي تدرب الولد انه هو يزيد مهاراته في التركيز وفي تهذيب السلوك. نعم. دكتورة بيبي، هل في علاقة ما بين حالات التوحد وحالات اضطراب فرط الحركة؟ أكيد. طبعا اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه هو أكثر شيوعا بعدد كبير من اضطراب التوحد. يعني اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه احنا قلنا تقريبا 10 إلى 12%. نعم. اضطراب التوحد من 1 إلى 2%. فهني عدد يعني المقارنة. هل ممكن في الحالة الواحدة يجمعون الموضوعين، يعني يكون طفل فيه توحد وفرط حركة أيضا؟ أكيد أكيد. فإحنا بس يعني فرط الحركة وتشتت الانتباه ممكن يكون مصاحب لكثير من الاضطرابات. ففرط الحركة وتشتت الانتباه النادر، أو مو نادر يعني تقريبا العدد القليل منهم اللي بس معاه فرط حركة وتشتت الانتباه، ولكن في كثير من الأطفال يكون عندهم تحديات أخرى مثل التوحد. نعم. مثل الضعف في القدرات الفكرية اللي هو احنا نسميه مثلا بطء التعلم، صعوبات التعلم الحادة أو عفوا الخاصة أو المحددة أو الغير محددة، يكون معاه القلق، يكون معاه الاكتئاب، يكون معاه العناد، كل هذه الاضطرابات وغيرها، يكون معاه اللزمات الحركية، يكون معاه الوسواس القهري. فللأسف مثلا على سبيل المثال فرط الحركة وتشتت الانتباه يسافر جينيا مع القلق، ويسافر جينيا مع اللزمات الحركية واللفظية. تعرفون طبعا اللزمات الحركية. نعم. واللفظية. نعم. بالإضافة إلى الوسواس القهري. فدائما تينا هذه الحالات المعقدة، وأيضا مع التوحد. فحتى مع التوحد علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه وايد يساعد أطفال التوحد أنهم يشتغلون على العلاج الخاص بالتوحد. نعم. فدائما إحنا نقول، وخصوصا فرط الحركة وتشتت الانتباه، لأن العلاج موجود. يعني أنا دائما أقول من كطبيبة نفسية، فرط الحركة وتشتت الانتباه من أكثر الاضطرابات اللي أحس فيها بالسعادة، لأن العلاج موجود وسهل، وردة فعل ردة الفعل العلاجية وايد عالية مقارنة بالاضطرابات النفسية الأخرى. دكتورة يعني بسأل سؤال، وجدا أتوقع هذا سؤال مهم عند المشاهدين. كثير من الأمهات يلجؤون إلى الشاشات الذكية، ونقول على سبيل المثال الآيباد، كونه عنده فرط حركي فتعطي الآيباد. متى يكون الآيباد، هذه الشاشة الذكية، أقدر أنا أطور من حالته، أو أنه قد تسيء إلى حالته؟ والله نصيحة، لأن أنا وايد أشوف حالات عشان يهدون الطفل وعشان يتكون من نقول نشاطه الزايد يعطونا الآيباد ولساعات طويلة. إحنا طبعا تونا كنا قاعد نتكلم عن دور الأب، فبين بس الأم، هو هم دور أولياء الأمور، دور الأم والأب في أن هم يسيطرون على سلوكيات الطفل في البيت. أولا ما في أي
دراسات علمية تثبت أن في علاقة ما بين الشاشات الذكية والتوحد أو فرط الحركة وتشتت الانتباه. ولكن يعني وايد في دراسات أن وقت الطويل على الشاشات الإلكترونية وايد يقلل من التطور الفكري والتطور النفسي حق الأطفال. فمهم جدا أولا التقنين. التقنين يعني شنو؟ يعني إحنا في ترى إرشادات عالمية ما فيها روح وتعال. يعني قبل السنتين المفروض زيرو، يعني صفر وقت قدام الشاشات الذكية أو الشاشات الإلكترونية. بعد السنتين نبدي بنص ساعة، وبعدين لما يكبرون مثلا المراهقين ساعتين. طبعا وايد أهالي منهم أنا كولية أمر أعاني في تقنين وقت الشاشات الإلكترونية. فوايد مهم إن إحنا نملي حياتهم بأشياء أخرى. يعني أنا الحين لما أقول الشاشات، أنا أحدد الأشياء اللي المفروض ما أستخدم فيها الأجهزة الإلكترونية. يعني في جزء حق الرياضة، في أنشطة يعني يومية، في طلعات، في زوارات، في اكتيفيتيز. وقت أنا يعني هذا شيء وايد أتضايق منه، وأحب أن وايد يحاولون أولياء الأمور يغيرون. أنا ما أحب ألوم أولياء الأمور، وأدري أن هم قاعد يحاولون على قد ما يقدرون. ومثل ما نقول يعني إذا أردت أن تطاع فأطلب المستطاع. ولكن مثلا وقت الأكل مثلا، أنا وايد أستغرب أن في ناس عشان عيالهم تاكل تحط لهم التليفون. يعني هذا غير بالعكس. يعني وقت الأكل هو وقت الاستمتاع بالأكل، هو أعتبره يعني أعتبره شيء تعليمي. شلون تتعلم شلون تاكل، شلون تتعلم شلون تذوق الأشياء وتغير وتفرق بين الأشياء، هذا يعتبر جزء تعليمي، مو بس أن أنا أكل يعني. وخصوصا أنه هو وقت اجتماعي، لأن في هذا الوقت يعني إحنا نذكر وإحنا صغار كان هذا الوقت اللي تجتمع فيها العائلة عشان أسئلة، شنو سويت بالمدرسة، شنو اللي صار، شنو رأيك بهذا، شنو رأيك بالأخبار. فهذا جزء من التواصل الاجتماعي والتواصل الأسري. فمهم جدا التقنين. فالتقنين معناته أن أنا ألتزم بالإرشادات العالمية للأجهزة الإلكترونية، وألتزم بالسنوات. يعني دائما في إرشادات العمر، حسب من العمر. أي عمر تستخدم هذا، من أي عمر طبعاً تستخدم هذه الشاشات. نعم. فالتقنين وايد وايد مهم. نعم طبعا استمتعنا جدا معك دكتورة بيبي في هذا اللقاء، ونتمنى أكيد كل اللي تابعونا اليوم استفادوا من هذه المعلومات. يعطيك العافية. مشكورين جدا، وأنا أكثر استمتعت بلقائكم. شكرا دكتورة. افتخار. راح ننتقل مع كل متابعينا لفقرتنا الأسبوعية الخاصة بالزراعة. من الأمور اللي فعلا تطلع أي شخص فينا من ضغوط الحياة والمسؤوليات هي الزراعة، لأن فيه تواصل مع الطبيعة. ولا شو رأيك افتخار؟ فعلا يا فاطمة. لذلك مشاهدينا، الزراعة وطريقة الزراعة سواء كانت في الأرض أو بالأحواض راح نتعرف عليها عن طريق المهندسة دلال كندري. نتابع معاكم. صباح الخير متابعين شاي الضحى. اليوم بكلمكم عن الفرق بين الزراعة بالأرض مباشرة والزراعة بالأحواض. لكل طريقة محاسنها ومساوئها. الأرض تحتاج مني جهد كبير في البداية، تحتاج مني أشيل القطع الصلبة وأقلبها إذا كانت الأرض صلبة جدا، وأضيف لها السماد ومحسنات التربة والمغذيات وحتى الكائنات الدقيقة مثل دود الأرض والفطريات النافعة والبكتيريا. هذا كله يكون جهد في بداية الزراعة حق أول مرة أنا أجهز فيها الأرض. بس بعد كذي راح يكون الموضوع وايد سهل، والتربة نفسها والديدان اللي فيها والكائنات الفطرية والبكتيرية راح يبلشون هم اللي ينتجون لي العناصر اللي يحتاجها النبات. وبعد سنة وسنتين وثلاث لو اتبعت الطرق العضوية الصحيحة راح أشوف أن الأرض بدأت تتغذي نفسها وبدأت هي تكون العناصر اللي يحتاجها النبات. فهذا راح يكون صعب في البداية بس سهل على المدى الطويل وعلى السنين الجاية. أما الزراعة بالأحواض أيضاً لها محاسنها ومساوئها. لو ما كان عندي أرض أكيد راح أتجه للأحواض. الشرط الأساسي قبل أقرر أن أنا أبي أزرع بأحواض أو لا، لازم أشوف اتجاه الشمس عندي في البيت. لازم أحط أحواضي في مكان مشمس، كل النباتات تحتاج شمس 6 ساعات أو أكثر، 2 إلى 4 ساعات حسب نوع النبات. لما أي أحط أحواضي في الممر أو في السطح أو في البلكونة، أراعي اتجاه الشمس وأحط النباتات اللي تحتاج شمس في المكان المشمس، والنباتات اللي ما تمانع الظل مثل الخس والورقيات وبعض الزهور في المكان اللي فيه ظل. في أمور لازم أراعيها عند اختيار الأحواض.
نوع الحوض سواء بلاستيك أو فخار لازم أراعي حجمه بالنسبة للنبتة، أختار الجودة العالية والحجم المناسب. إذا كانت النبتة متر ونص لمترين لازم أختار 10 جالون أو أكثر، وإذا كانت عندي وردة صغيرة أو شتلة خس أو ورقيات صغيرة ما تمانع أنها هي تكون بجالون واحد أو 2 جالون. وهمًا لازم أراعي التربة اللي أحطها داخل الأحواض، بما أنها هي أحواض وممكن أحركها بالمستقبل أختار تربة مسامية. التربة المسامية راح تساعدني أن أنا أتخلص من ماء المطر مثلاً أو الري الزايد بدون لا تتعفن الجذور وتموت عندي الشتلة كلها. وبما أن حوض يعني نبات محدود المكان اللي هو يكون فيه والجذور تكون محدودة، يعني تحتاج أن أنا أغذيها وأنا أضيف لها المغذيات كل شهر أو شهرين حسب تصريف الماء عندي ونوع النبتة. بالنهاية الاختيار بين الأرض أو الأحواض يكون حسب تفضيلي أنا وحسب الجهد وإذا كان عندي مساحة أو لا، كلهم لهم مساوئ وكلهم لهم محاسن. نصيحتي إذا عندكم أرض استغلوا الأرض قبل لا تفكرون بالأحواض. أتمنى أنكم استفدتوا من فقرة اليوم، وإن شاء الله الفقرات الجاية معلومات جديدة وحلوة. إذن مشاهدينا، بما أننا على مشارف الانتهاء من امتحانات طلبة الثاني عشر، وبعد النجاح إن شاء الله لكل طالب وطالبة بيتوجهون إلى المقاعد الدراسية لاختيار أكيد المجال الدراسي اللي يحبونه أو يحبون أن يكملون فيه، لكن شلون يختارون التخصص؟ كثير من التساؤلات راح نناقشها مع ضيفتنا اليوم بالاستديو الأستاذة موضي أمان، موجه أكاديمي. يا صباح الخير وحياك الله. يا هلا فيكم ويا صباح النور. حياك الله معانا أستاذة موضي في برنامج شاي الضحى. في البداية ودنا نعرف شنو هي أهم المعايير اللي لازم أي طالب يستند عليها علشان يختار تخصصه الجامعي أو في أي كلية حاب ينتسب لها. صحيح، يمكن إن مثل ما ذكرته، وطبعا يعني نتمنى التوفيق حق الطلبة اللي الآن في الاختبارات، وهذه المرحلة بصراحة هي مرحلة فيها تحدي. الطالب يمكن أهله يشوفونه مثلا غير ناضج إلى الآن، غير مسؤول الاختيار، ولكن في عدة عوامل رئيسية من المهم أن كل طالب يعني يتخذها. أولها من المهم أنه هو يبدي يعرف ميوله وقدراته، ولما نتكلم عن الميول والقدرات اللي هو أنه هو يكتشف ذاته. ثاني شيء من المهم أنه هو يتعرف على فرص العمل اللي موجودة في سوق العمل، وكذلك من المهم أيضا أنه هو يعرف شنو الفرص اللي عنده في الجامعات اللي ممكن أنه هو يتقدم لها. نعم. طيب أستاذة موضي، التخصص يعني النسبة إذا كانت ممتازة وعالية تلاقين أولياء الأمور يتدخلون، حسافة النسبة جبتها وحسافة روح في هذا التخصص، من يقرر اختيار التخصص وكيف نوجه الطالب إلى اختيار التخصص الملائم؟ طبعا يعني يمكن النقاط اللي إحنا ذكرناها كلها تساعد الطالب نفسه على أساس أنه هو يقدر ياخذ القرار. في نقطة جدا مهمة، كثير نسمع الطلبة يمكن يركزون، والله أنا أحب مادة الكيمياء فعلى طول بتوجه إلى تخصص الكيمياء. هذه النقطة شوية تحتاج تغيير. إحنا نحتاج نركز على الميول أو المسار المهني وما نتجه إلى المادة. يمكن أكيد سمعتوا الكثير دخل من حبه للكيمياء تخصص يمكن علوم أو غيره، ومن خلال أول سنة شاف أنه هو ما يتماشى مع هذا التخصص، اكتشف أنه لا، في مواد كثيرة هو مو ماشية معاه، ولكن كان درجته أو نتيجته في المادة نفسها جدا عالية. فهذا ما له علاقة أن فعلا هذا التخصص راح يتناسب معاه. من المهم معرفة الميول المهنية أو المسار المهني، فعلى أساس أوصل حق هذا الشيء أنا محتاج أني أكون خبرات. فهنيني أن الطالب محتاج أنه هو يدخل نفسه في أنشطة، أنه هو يتعرف على خبرات مختلفة. اليوم إذا أنا مثلا حاب أدخل طب أسنان، ما أعتقد أنه لو رحنا إلى أي طبيب ممكن يعني ما راح يحاورني عن هذا المجال أو يعطيني يوم أني أخذ فكرة. ممكن تروح تشتغل في بعض الأماكن التطوعية اللي تعطيك فكرة عن مثلا أمور تنظيمية أو إدارة، هذه كلها راح تعطيك فكرة عامة شنو هي الميول المهنية اللي راح تفيدك، لأن أنت في العمل راح تشتغل 30 سنة أو 40 سنة، فهذا عمر.
فكل هذه الأمور لابد أن هي تنأخذ في الحسبان ويوضحها الشخص لأهله ووالدينه. وطبعا يعني نتمنى يعني من الأهل أنهم يعون، مو شرط كل طبيب لازم يكون طبيب أو كل مهندس هو لا شخصيته لا كيانه، بالعكس ممكن يبرز في المجال اللي هو حابه مهما يعني شنو كان هذا المجال. أيضا الواحد يشوف سوق العمل شنو يبي من تخصصات صحيح. خاصة التخصصات النادرة اللي يكون عليها طلب ويكون عليها محفزات أيضا بالمقابل. أستاذة موضي ذكرتي نقطة جدا مهمة اللي هي الزيارات الميدانية. أتوقع الحين في السوشيال ميديا الواحد ممكن يبتكر له طريقة للتواصل مع مثلا إذا هو بيصير مهندس مع يدور أكاونت مهندس يسأله أسئلة شيء بسيطة عن الوظيفة، طبيعة الشغل، شلون كانت الدراسة قبل الوظيفة. الحياة صارت أسهل من قبل لو يأخذون هذه الفكرة ويطبقونها في أي مجال هم راح حابين يتخصصون فيه. أودنا نتكلم أيضا عن الطلبة اللي يدرسون في الخارج، هل في يعني كاركتر معين، شخصية معينة هي يناسبها أنها تدرس في الخارج أكثر من غيرها؟ صحيح، يمكن يعني بتكلم عن البعثات بس بعقب على النقطة اللي قلتيها بخصوص اللي هو الأمور الميدانية والتخصصات وفرص العمل. أيضا اليوم يمكن يعني الوزارة والديوان عرضوا تخصصات لها فرص عمل عالية أو مرغوبة في الكويت، بينما في تخصصات صار فيها اكتفاء. أنا يعني دائما أشجع الطلبة أنهم يتابعون مثل هذه الأمور ويشوفون مثلا في احتياج كبير للقطاع الطبي بشتى مجالاته وبعض القطاعات أيضا الثانية، ممكن نلجأ حق هذه التخصصات مقارنة للتخصصات اللي ما فيها سوق عمل أو صار فيه تكدس. اللي هي حق نقطة الابتعاث، يعني أنا من الأشخاص اللي مريت في هذه التجربة كابتعاث والدراسة في الخارج، وطبعا يعني مشكورة الدولة موفرت لنا كل هذه المميزات وأشوفها فرصة جدا جدا جميلة. الشخص يقدر يعتمد فيها على نفسه، الطالب راح يتعرف على ثقافات مختلفة، لكن لازم الطالب أيضا نرجع حق نقطة أنه هو يكتشف نفسه ويعرف نفسه. هذه تي في المساعدة، في اختبارات ومقاييس كثيرة بالمساعدة مع أخصائي بحيث أنه يكتشف نفسه ويعرف هل فعلا الغربة هذه من الأمور اللي تناسبه. اليوم أنت لازم تكون إنسان صاحب مسؤولية، رايح تبي ترجع ترفع رأس بلدك، الفكرة أن أنت راح تروح تدرس ما راح تكون بس سياحة، لأن كثير يفكرها سياحة أو لعب ويمكن يتوهق بعدين. لازم تكون جادم أيضا، في بعض الدول تتطلب منك تعلم اللغة الجديدة اللي أنت رايح لها، تحترم قوانينهم. هذه كلها تي إن أنت ممكن تكتشفها من شخصيتك، وبنفس الوقت تكون أنت منفتح للتعلم لمهارات جديدة وأن أنت تصقل شخصيتك بشكل مختلف. يعني لا تعتقد أن الكل عارف أنه هو يعتمد على نفسه من البداية أو عارف أنه هو يدير كل أموره، بالعكس أعتقد الكل راح يمكن ما كان يعرف اللغة الإنجليزية ولكن تعلم. فهذه الأمور خذها بسلاسة بأنها راح تجي، وأن هذه الفرصة إذا توفرت لك وبالتشاور مع الأهل تيسرت، أنا بالعكس أشجع بالذات في التخصصات اللي يمكن ما تكون بكثرة في الكويت، منها التخصصات يعني الطبية، أشجع أن للابتعاث للجامعات المتميزة المرموقة في الخارج، لأنك راح تكتسب لغة، راح تكتسب شخصية، وراح ترجع إن شاء الله بالشهادة اللي تتمناها. نعم أستاذ مضي، بعض الطلاب ما شاء الله عندهم يعني أهداف واضحة، لذلك تشوفين عندهم إعداد نفسي وإعداد فكري وتبادل أيضا ثقافة في هذا الوقت اللي قاعد يقدمون فيه اختبارات، لكن البعض يعني نقول مركز على أنه يجتاز المرحلة الثانوية وهي مرحلة جدا مهمة مشاهدين، وراح ينتقل إلى مرحلة أخرى، يواجهون بعض التحديات وبعض الصعوبات. متى يدق نقول ناقوس التغيير وليس ناقوس الخطر أن أنا أغير هذا التخصص، أن أنا ما أتحمل هذا الروتين أو هذه العقبات اللي مرت فيني؟ صحيح، يعني هذه النقطة من المهم أن تكون كثر ما يقدر الشخص ان هي تكون في البدايه، طبعا كل ما كانت افضل. احنا ليش نشجع في انه هو يروح يلجا لاخصائيين التوجيه او انه هو ياخذ بعض الاختبارات اللي تساعده بحيث انه يتفادى هذا الشيء، لكن هو موجود وهو واقع. يعني في احصائيه في الخارج عملوها، تقريبا من بين كل 10 طلاب في الجامعه هناك 7 يقررون انه هم يغيرون تخصصهم أو يتجهون إلى شيء جدا مغاير عن اللي اختاروه.
ويمكن هذه من المواقف اللي أنا مريت فيها. يوني طلبة كانوا في السنة الأولى يدرسون تخصص علمي واكتشفوا ان هم هذه مو ميولهم. هني احنا نشجع الطالب على كذا شيء. اولا ان انت تروح تبدي تشوف مسارات التحويل اللي عندك، تتخذ القرار بعد ما تكون فعلا ان انت تاكدت انك اكتشفت نفسك من ناحيه الميول المهنيه. يمكن هذه نركز عليها علشان لا يروح لتخصص بس كماده وبعدين يتوهق. ثاني شيء دائما نبتعد عن الاخطاء الكبرى. شنو هي الاخطاء الكبرى اللي نبي الطالب يبتعد عنها؟ هي التوجه بشكل مبدئي على طول على تخصص دقيق. يعني اليوم انا ممكن اذا كان محتار اقول له لا تدخل محاسبه وادخل اداره اعمال. نعم. لان اداره الاعمال راح يكون في حريه بانه هو يتوجه لاكثر من جهه في العمل، بينما مثلا التخصص الدقيق كمحاسبه راح يكون يعني جدا محدود. نعم. فاذا هو ما كان محدد اتوجه دائما الى التخصص العام، بحيث انه هو يساعدك في سوق العمل بان انت تختار يعني توجهات جدا مختلفه. فهذه نقطه جدا مهمه لكل شخص يحس انه هو يبي يغير، يحس ان بدا الموضوع يسبب له خلينا نقول ضغط نفسي كبير. في ناس تبدي تدخل في اكتئابات بسبب الجامعه. فاعتقد اذا بدا الموضوع يتكرر من ناحيه فشل او سقوط وبنفس الوقت ضغوط نفسيه، هني انت لازم تاخذ بريك، تتجه الى المرشدين النفسيين او تتجه ايضا الى المرشدين الاكاديميين اللي موجودين بحيث يعيدون ترتيب الموضوع وتتجه الى تغيير تخصص يناسبك. نعم استاذه موضي، هل الأوضاع اللي عيشها الطالب يعني في كل زمن في ظروف اجتماعية، ظروف محيطة وبيئة محيطة بهذا الطالب، هل ممكن يعني تأثر على اتخاذه لمثل هذه القرارات؟ مثلا في عصر كان أو في زمن أن بعض الطلاب دائما يتجهون لأي علوم خاصة في تطوير التكنولوجيا والكمبيوتر، مهندسين الكمبيوتر. هل تعتقدين الحين الظروف الراهنة راح تدفع الطلبة أن يدرسون أشياء لها علاقة في الأوبئة والبكتيريا والفيروسات؟ أعتقد طبعا راح يكون له تأثير كبير. يمكن انا لاحظت في نسبه كبيره يعني في وسائل التواصل الاجتماعي دخلت علي تسال عن تخصصات طبيه. يعني بما ان خلفيتي انا تخصص طبي، فكثير كانوا يعني بشكل ملحوظ اكثر من السنوات او بشكل اكبر من السنوات السابقه. كثير تاثروا وشافوا مدى تاثير الاطباء والقطاع الطبي ومساهمته ودوره الفعال، وهذا الشيء شجعهم، شجع الكثير من الطلبه انه هو يلجح هذا التخصص المهم. فأعتقد أن كذلك بنفس الوقت إحنا شفنا التكنولوجيا شلون صار لها دور مهم. صح. اليوم اعتمدنا اعتماد كلي على الأونلاين في التعليم، في الدراسة، ويمكن حتى في الوظائف حول العالم. الإنشاء للبرامج التواصلية هذا بدأ يزيد. يعني هذا أعتقد شيء مؤكد بأن التطور التكنولوجي راح يكون له دور فعال، واللي هو الذكاء الاصطناعي. نعم. أو الـ AI هذا راح يكون له مجالات كبيرة في القطاع الطبي وكذلك في شتى القطاعات. نعم. فمن المؤكد أن هذه المسارات راح تعمل تغيير، راح توجه الناس لها بشكل أكبر، وراح يكون لها فرص في سوق العمل بشكل أكبر من السابق. نعم أستاذ مضي، بعض الطلبة ما شاء الله عندهم سقف الطموحات جدا عالي، وقد يتعرضون نقول إلى حالة نفسية أو إنما حالفهم الحظ ويابوا النسبة اللي يبونها. في هذا الحالة يختار قرار أبعيد الثانوية. راح يعيش صراع ما بين الأهل اللي ودهم يتخلصون من هالمرحلة وأنك خلاص اختار تخصص يليق فيك، أو أنه يعيد السنة. نصيحتك حق الطالب اللي راح يمر في هذه التجربة؟ نصيحتي أرجع وأقول أنت كطالب لابد أنك تأخذ وقفة مع نفسك، تعرف نفسك. هل إحنا ذكرنا الميول والقدرات؟ ما هي القدرات؟ القدرات بأن الشخص هذا أو الطالب نفسه عنده حدود. مو يعني من المعقول بأن الكل يقدر يكون عالم في مجال معين أو يكمل دراسته، لا، كل واحد له قدرة. فاليوم في فرق بين أنا كسلان ومالي خلق، وفي فرق بين أن هذه قدرتي.
فإذا كانت هي قدرتها محدودة، بالعكس أنت توجه للتخصص اللي يتناسب مع قدرتك. اليوم ما تبي تدخل تخصص مثلا في معين في الهندسة وأنت غير قادر ويكون ضغوط نفسية عليك وتدخل في مشاكل ثانية. فإذا هذه النقاط من يعني لازم أيضا الأهل يثقفون نفسهم، ما يضغطون على الطالب بشكل زيادة أو على ولدهم ويعتقدون أن مثلا كل عيال نفس الشيء. فهذه مهمة، اليوم أنا أكتشف قدرتي، أشوف هل أنا قادر أن أنا أطور من نفسي أو لا. ما فيها أي مشكلة أن أنا أعيد السنة، هذه يعني ما هي نهاية العالم. نعم. وتحاول وتجتهد بشكل أكبر عشان توصل حق حلم أو رغبة أنت تبيها. نعم. لكن تكون عارف إذا أنت فعلا قدرتك تأهلك حق هذا الشيء أو لا. إذا ما كان بالعكس التوجه لأي تخصص ممكن يتناسب مع الميول. نعم. والقدرات اللي عندك، لأن دائما طلبة يعتقدون أن في تخصص واحد فقط اللي يتماشى معاهم، وهذا الشيء خاطئ. طبعا. في عدة تخصصات تتناسب مع شخصيتك، لابد أن أنت تتعرف عليها وتقرأ عنها بشكل يعني أكبر. طبعا. فهذه النقاط كلها هو راح يتعرف عليها من خلال البحث ومن خلال طبعا. بحث الأهل، وأنه هم يعينونه بإذن الله أنه هو يوصل حق اللي يبيه، خاصة في هذه المرحلة اللي هو يكون جدا يعني مضغوط فيها يمكن طبعا. نفسيا وذهنيا. وهو طبعا كطالب لازم يركز عدل في هدفه علشان يوصل له، ويتذكر دائما أنه ماكو شيء اسمه مستحيل. يقدر هو يحقق طموحه دام أنه هو قاعد يخطي خطوات حقيقية على أرض الواقع. ودنا أستاذة موضي نتعرف أكثر على الدورات اللي قاعد تقدمينها للطلبة، هل في شيء قاعد تحضرينه من دورات؟ طبعا أنا يمكن شوية كورونا عطلتنا عن الدورات اللي تكون كورش عمل، لكن بالسابق كان في كثير من ورش عمل، يعني في ورش عمل خاصة لاختيار التخصص، وكذلك كان في مدارس الكويت أيضا لطلبة 12. لكن حاليا اللي قمنا فيه هي كانت في ورشة أونلاين لاختيار التخصص، وكذلك في تقديم لجلسات خاصة للطلبة لكل اللي حاب يتعرف على تخصصه بالتعاون مع معهد أمريكي. هذا المعهد الأمريكي يقدم اختبار يسمى بهولند كود، هو مخترع هذا الاختبار اللي يقوم على أسس اللي هي اختيار التخصص من عبر الميول. نعم. فهذا الاختبار يعني جدا فعال، وخلنا نقول نسبته يمكن من 70 إلى يعني 80% اللي نقدمها لمساعدة الطلبة لتحديد ميولهم واكتشاف ذاتهم. شكرا لك أستاذة موضي، ونقول اليوم أثريتنا بكثير من المعلومات، ونتمنى حق طلبتنا النجاح، وإن شاء الله يجتازون هذه المرحلة الصعبة بكل توفيق. وبكذي وصلنا لختام حلقتنا اليوم. فاطمة الوقت مر بسرعة، نتمنى أكيد لكل اللي تابعونا أنهم استمتعوا من خلال المعلومات والمواضيع اللي طرحناها في حلقة اليوم. يعطيك العافية افتخار. شكرا لك فاطمة. إذا مشاهدينا تابعونا باكر أنا وزميلتي فاطمة أبو محمد في حلقة جديدة. مع السلامة.